نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. والنهاردة في عالم الجمال، والحمد لله رجعت لنا فقرة عالم الجمال مرة تانية، نتكلم في مواضيع كتيرة جدا. اسمحوا لنا النهاردة في البداية هنتكلم على الآثار السلبية للإفراط في استخدام الكحول، وبعد كده نتطرق لموضوع حلقتنا وهنتكلم على أورام فروة الرأس. تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع حضراتكم ودكتور منير ويليام، كبير أطباء جراحة التجميل. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور، طبعا يعني مع كوفيد 19 او يعني الوضع العالمي اللي احنا عايشين فيه، يعني حديث الساعه، منظمه الصحه العالميه والجميع بيوصي باستخدام الكحول حفاظا على صحه الانسان وعلى عدم الاصابه بالفيروس، لكن في بعض الاحيان بنلاقي فيه افراط باستخدام الكحول على الايدي وعلى الجلد، واكيد ليه اثار سلبيه، فعايزين نتكلم مع حضرتك على نقطه الافراط في استخدام الكحول، خاصه اللي هو فوق 70%. شوف سيادتك، الكحول الايثيلي 70% هو اساسا عالميا ومعروف من خلال كل الوسائل اللي احنا نعرفها انه بيقتل هذا الفيروس وبيقدر يعمل تدويب للطبقه الخارجيه بتاعته ويدوبه. لكن احنا لاحظنا في الفتره الاخرانيه سوء استعمال الكحول الايثيلي، بقت فيه هوس وهلع في استخدامه، كل 3 دقائق يبقى الواحد بيطلع الازازه من جيبه ويرش ايده ويمسح ايديه ويجي على وشه، بقت مشكله. الحقيقه ده ليه اضرار جانبيه كثيره جدا، احنا مش ضد استعماله لكن نشوف اضراره. الحاجه الاولانيه، بيتكون حاجه اسمها كونتاكت درماتيتس، او ابتدينا نبص قدامنا على الشاشه هنلاقي بيحصل ما هو التهاب بالجلد ناتج عن التلامس او الاحتكاك. بنبص نلاقي الايد بيتكون فيها احمرار في اليد، وبعدين حرقان في الايد، والم شديد جدا والتهابات شديده جدا. لو زادت الحكايه اكتر مع سوء الاستعمال بيتكون حاجه اسمها اللي هي كونتاكت اكزيما، اللي هي قشور تتكون في الايد ويبتدي يبقى الهرش اكتر والالم اكتر. ده من وجهه نظر دكاتره الجلد. من وجهه نظر دكاتره التجميل لا، ده عباره عن حرق كيميائي من الدرجات المختلفه. يبدا بدرجه اولى اللي هو الاحمرار في الايد، ده حرق كيميائي موجود بالجلد بدرجه اولى، عباره عن احمرار، تورم في اليدين، الم شديد جدا. يدخل على الدرجه الثانيه زي ما هنشوف دلوقتي قدامنا، هنلاقي فيه فقاعات ابتدت تتكون، وهذه الفقاعات عباره عن بقليل، الايد كلها ابتدت تتملي، وتبقى كارثه اكبر لو مسح ايديه ودخل على وشه. بنشوف الحاجات دي كتير، وده غلط واكبر كارثه طبعا موجوده. وهنا دخلنا في حرق كيميائي من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه، وبقت مشكله كبيره جدا. يبقى طيب كيف نتعامل مع هذا الكلام؟ الاول الاعتدال موجود طول ما طبعا. انت قاعد في البيت، stay at home stay free وستي سيف، وحافظ على نفسك وحافظ على بلدك، يبقى انت طول ما انت قاعد في البيت انت مش محتاج تستخدم كحول، انت موجود انت وعائلتك مقفول عليكم وخلاص وانتم موجودين. خاصه لو ما حدش طلع بره اتعامل مع حد ورجع تاني. تماما، انما مش معقول قاعد في بيتك وقافل على نفسك كل ربع ساعه 10 دقائق 5 دقائق تبتدي تعمل ايديك بهذا الكحول وبهذا الكلام ده كله. لكن اذا الكارثه اتكونت وابتدينا نحس بحمار او حرقان او حرق كيميائي من درجه اولى او ثانيه، هنبتدي نتعامل معاه كحرق. نتعامل معاه مضادات الالم، مضادات التورم، لو حصل التهاب مضادات حيويه، ونبتدي نستخدم نوع من الاعتدال. اذا احنا بنقول مش ضد استعمال، عشان ما حدش يفهمنا غلط، طبعا الكحول الايثيلي 70% ده حاجه هايله في الوقايه، ويمكن احسن منها ان احنا نغسل بالميه والصابون من 20 ل 30 ثانيه. طبعا ده احسن كتير من استعمال الكحول الايثيلي. نخفف من استخدام الكحول بكثره غسيل الايدي، بكثره غسيل الايدي وعلى فترات معينه. برضو احنا ممكن في الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم برضو عن سوء غسل الايد بالصابون كتير، وايه المساوئ اللي ممكن تحصل حاجه زي كده. احنا بندي توعيه، صح. احنا مع استعمال الكحول الايثيلي لكن لسنا مع بالشكل الصحيح. بالظبط، مظبوط. طول ما انت قاعد في بيتك قافل على نفسك مع عائلتك، انت مش محتاج كل ربع ساعه تستخدم هذا الكحول الايثيلي. ده نوع من نوع الهوس ونوع من السلوك الغير سليم الغير مطلوب، صح، وللي اثار جانبيه ممكن تضر كمان. انا بقول لسيادتك دخلنا في اكزيما احتكاك، ودخلنا في التهابات جلد، ودخلنا في بعد كده حروق من الدرجه الاولى، وبعدين دخلنا من حروق من الدرجه الثانيه. احنا دخلنا في مشاكل، احنا عملنا لنفسنا مشاكل من سوء تعاملنا مع هذا المرض. صحيح. كمان انتشر في الفتره الاخيره يا دكتور فيديوز كتيره جدا عن الجل اللي بيستخدم لتطهير الايدي، انه برضو بيبقى فيه ماده بتحتفظ لو لا قدر الله الانسان اتعرض لاي حراره، ممكن ما بيبقاش باين بس يعني ممكن تسبب حرق شديد في الايد. هذا الكلام كلام مظبوط، وده مش كده وبس، وكمان الجل ده ممكن يبقى هو في نفس الوقت لاصق للتلوث وهذا الفيروس، ويبقى يكون وسيله للنقل.
يعني استعمل الجل واسيبه على ايدي فتره معينه، لا ممكن يكون لي اثر جانبي اكبر من استعماله وفائدته في منع هذا الفيروس. واعتقد إحنا ان احنا محتاجين نظبط حياتنا في كيفيه التعامل مع وجود الفيروس، يعني بالضبط. احنا نعمل ايه ونقدر نرجع شغلنا عادي ونمارس حياتنا عادي في ظل وجود الفيروس او غيره من الفيروسات اللي موجوده في الجو عامه. سيادتك حتى هذه اللحظه نسبه الاصابه بهذا الفيروس اقل بكثير من نسبه الحالات الموت بالانفلونزا الموسميه العاديه، يعني احنا لسه العالم ما وصلش لدرجه الخطر، لكن في اماكن وصلت لدرجه الخطر الرهيب طبعا، ما فيش هذا الكلام. فالتعايش مهم جدا، ولكن احنا بنحاول نصلح الاسلوب بتاعنا. لو خرجت، لو تعاملت مع حد، لو سلمت على حد او كنت قريب من حد، من حقي استخدم هذا الكحول المثالي، بس مش كل 3 دقائق ابتدي استخدم وارش وادهن وارش وافد، وبعدين يجي لي واحد عنده حرق درجه اولى او درجه ثانيه او مشاكل ونبتدي نعالج حلق ونسيب الكورونا وتبقى مشكله يعني. صحيح. طب دكتور احنا عندنا مجموعه من الحالات اللي عايزين نتكلم فيها النهارده، واحنا بنتكلم في حلقتنا عن اورام مقدمه وفروه الراس. تمام. فاحنا عندنا استعراض لمجموعه من الحالات، وطبعا حضرتك تقوم بالتشخيص وطرح العلاج. اول حاله بنتكلم عليها النهارده انسه عمرها 13 سنه بتعاني من ورم بني داكن ذو شعر كثيف بمقدمه الراس من الناحيه اليمنى، يمتد الى داخل فروه الراس. الورم موجود عند البنت من منذ الولاده وبيكبر معاها كل ما بتكبر. تمام. يعني الحاله زي ما بنشوف البنت كل الناحيه اليمنى من جبهه البنت هنا عندي هذا الورم الداكن، تجاوزا بتتقال وحمه، دي مش وحمه، ده ورم داكن يمتاز بشعر كثيف ويمتاز ايضا بلون داكن كبير جدا. لو بصينا على هذا الورم الحقيقه ده ما يتعملش على انه وحبه او ده ما يتسابش، لان لو نشوف الشعر، الشعر بيزيد في الكثافه ويبتدي ينزل على العين ويبتدي يعمل اثار جانبيه. البنت مضطره كل يوم انها تقص الشعر الموجود ده، وكونها وصلت ل 13 سنه دي تعتبر متاخره عن العلاج بتاعها. اكيد. لان حاله زي كده اول لما نشوفها بنتعامل معها جراحين، زي ما انت شايفه تم استئصال الورم بالكامل، ودي رقعه جلديه اتحطت في مكان الورم اللي موجود. يبان قدامك ان في فرق في اللون، يبان قدامك ان في خياطه موجوده. شوفي الحاله دي بعد مرور مثلا 6 شهور هتلاقي الحاله ابتدى الجلد الهابط يرتفع ويبقى حته واحده، الاثار الجانبيه للخياطه التجميليه تبتدي تروح. ليه احنا بنقول الحالات دي نعملها مجرد ما تظهر الحاله؟ يعني انا كان ممكن البنت دي اعملها لو عمرها سنه، كانت هتبقى على الاقل نقطه صغيره، هتبقى اصغر نمره واحد، نمره اتنين. الاثر الجراحي لما تكبر بعد سنتين ثلاثه ما فيش حاجه تبقى موجوده عندها طبيعي. غير انك تسيبيها لغايه هذا السن وهذا الورم. والحقيقه لما تم تحليل هذا الورم طلع نوع من الاورام الباثولوجيه الداكنه اللون، اللي هو ممكن مع الوقت يبتدي يكبر ويبتدي يعمل اعراض جانبيه، منها ممكن تنزل الشعر على العين، البنت تحصل لها التهابات، ممكن في حالات انا شفتها فقدان كامل للنظر بسبب وجود حاجه زي كده، اضطرت تقص كل يوم، حصل التهاب والالتهاب عمل حاجات مشاكل. وطبعا دكاتره رمض بيقدروا يفهموا منين اكتر مننا في هذه الحاله. حاله زي كده انا محتاجه اتدخل، شوفي قد ايه ده المنظر بعد العمليه، ابتدى اللون ياخد لون الجلد، سيبيها كمان شهر هتلاقي الارتفاع بتاع الرقعه ابتدى يبقى كله متساوي بمنظر واحد، والامور بتمشي بطريقه معينه. الحقيقه هنا لو البنت دي انا فاكر جات لي كانت بتاخد جلسات ليزر. لسه كنت هسال حضرتك، هل الليزر ليه فايده في هذا الورم؟ على الاطلاق. الفايده بتاعته انك انت بتقللي كثافه الشعر، ولكن الشعر بيطلع بنمو قوي جدا. الفايده بتاعته الثانيه انه بيحاول يفتح اللون. ولكن هذه الحاله اخذت عده جلسات من الليزر، ولكن النتيجه زي ما انت شايفه ان هي من سيء الى أسوأ. انا محتاجه اتدخل جراحه، وبالذات دي من الناحيه الجماليه موجوده في منطقه معينه في وجهه الراس بتاثر عليها طبعا. من الناحيه الوظيفيه انك الشعر نازل على العين بيبتدي يعمل مشاكل في العين وفي النظر والكلام ده كله، فاحنا ليه ما نعملش حاله زي كده في البدايه؟ في الحاله دي يا دكتور بيتاخد الرقعه الجلديه من فين؟ ممكن اخد رقعه جلديه من اسفل البطن من الناحيه اليسرى. انا افضل دايما اليسرى عن اليمنى، علشان اي دكتور بعد كده ما يلاقيش جرح موجود ويشك ان كان فيه زايد او مش زايد حاجه قبل كده. او ممكن اخدها من الفخذ من الخلف. يعني دايما بناخد من الفخذ من الامام او الجناب، وانا بفضل اخدها من الخلف بحيث انه من الناحيه الجماليه ما تبقاش باينه ومحدش واخد باله منها.
طيب نيجي الحالة الثانية، سيدة عمرها 60 سنة بتعاني من ورم في فروة الرأس. الورم موجود من حوالي 4 سنين، بدأ الورم بقرحة صغيرة في فروة الرأس وبدأ يكبر في الحجم ويسقط منها الشعر ويرتفع فوق سطح الجلد كمان، بتنزف القرحة عند اللمس وتتسبب أيضا في آلام شديدة لهذه السيدة. تشخيص حضرتك يا دكتور للحالة دي؟ شوفي، حالة ليها 3-4 سنين، زائد ان مجرد اللمس بتنزف، زائد ابتدت ترتفع فوق سطح الجلد، زائد ابتدت تسقط، ابتدي اشك في ورم سرطاني على طول. حتى يثبت العكس. والحقيقه لما ابتدينا نعمل اشاعات للسيده دي، يمكن زي ما هنشوف، لقينا الورم اكل طبقه من العظم بتاعت راس الجمجمه. فدي حاله بقت مهمله الى هذا الحد، بحيث انها تسيب هذا الورم الى هذه الدرجه. دي حاله من الحالات الصعبه جدا. طبعا التدخل الجراحي انك انت بتحاولي تستأصلي هذا الورم كاملا مع حدود للامان، ولكن الحالة دي لما شفناها، لأن الورم كان داخل عميق بعد ما تم الاستئصال الجراحي، اضطرت إنها تاخد عدة جلسات من الإشعاع طبعا، لأن بتحاول بعد كده للعلاج بالإشعاع عن طريق الكوبالت أو حاجات زي كده، والعلاج الكيماوي وحاجات زي كده. لكن هذه الحالة إذا تخذت من الأول كان من السهل جدا إنها ما تعملش عمليات. بدايتها كانت إيه يا دكتور؟ عبارة عن قرحة صغيرة وكل شوية تهرش فيها، ابتدت ترتفع فوق سطح الجلد، تهرش فيها، ابتدت تنزف، بتكبر بسرعة، وهي خايفه تقول لك انا عمري كبير، احنا هعمل ايه؟ طب ما هو يعني دي مشاكل الحقيقه اللي بنشوفها في كبار السن. ومعلش، شكل القرحه بيبقى عامل ازاي عشان برضه؟ هو كلمه قرحه يعني ايه؟ قرحه يعني ان الجلد بيفقد الطبقه السطحيه اللي هي طبقه البشره، وممكن يدخل اعمق، يدخل على طبقه الادمه، وممكن يدخل اعمق ياخد النسيج الرخو اللي موجود، ممكن يدخل اعمق يروح واكل العظم. ده اللي حصل هنا. مجرد ما بتلمس، وطبعا اي واحد بيستحمى او بيلمس شعره او بيسرح شعره، ابتدت تلاقي دم، الدم ابتدى كميته كبيره، ابتدى يحصل الم. وطبعا الحقيقه من الحالات اللي كانت صعبه جدا، ولكن بعد كده انا فاكر ان شفت الحاله دي، عملناها من حوالي 5-6 سنين، وانا فاكر شفت السيده دي من قريب، والحمد لله يعني من الحالات اللي مشيت كويس. ولكن انا بحذر اننا نصبر ونسيب حاله زي كده، ونستهتر باي ورم موجود او اي قرحه موجوده في فروه الراس، ونسيبها فتره زمنيه ونتعامل معاها واحنا خايفين نقابل دكاتره وعارفين الدكاتره هتقول ايه. يعني سيادتك، انا لما شفت الاشاعه بتاعتها انا الحقيقه اتضايقت جدا، لان لقيت الورم واكل لغايه قريب من اغشيه المخ، ودي حاجه تزعل طبعا، ان الواحد ينتظر على نفسه الى هذا الحد. ولكن الحمد لله مشيت على خير ومشيت بطريقه جميله. طب معلش برضو يا دكتور، لانه يعني الحاله دي ممكن تسبب قلق لناس كتيره. في بعض الاحيان ناس بيبقى عندها قشر في الشعر وتهرش في شعرها فتسبب تعويره صغيره او كده، هل دي برضو نقلق منها ولا يعني ازاي نفرق؟ يعني اي حد يلاقي حاجه في فروه راسه يجري على الدكتور؟ لا، هو ما يصبرش على القشر لغايه لما يجي. انا يعني دي حاله من الحالات القليله النادره، يعني انا مش بخوف الناس. ولكن انا عندي قشور في فروه الراس، هل القشور دي قشور طبيعيه نتيجة بشبه معين، ولا دي قشور مرضية؟ ولو كان هي مرضية، هل هي نوع من أنواع التينيا؟ هل هي نوع من أنواع الأمراض المعروفة؟ هل هي صدفية؟ يعني أنا محتاجة أعالج هذا الموضوع وما سيبوش يتفاقم. يعني ده منظر جمالي وشعري. طبعا لا، يمكن هنلاقي حالة دلوقتي واحدة تكونت بدايتها كانت قشور، وبعدين سابتها، وبعدين ابتدت تعمل ريحة كريحة، وكانت بتخفي تحتها ورم موجود. حالة تانية ممكن هنشوفها دلوقتي. فيعني لا، احنا أي حاجة طالما مش طبيعيه في حياتي، انا ما كانش عندي قشر، بقى عندي قشر، اسال ايه اللي حصل. طيب احنا عشان الوقت بيجري بسرعه، احنا هناخد الحاله الثالثه، سيده عمرها 37 سنه بتعاني من ورم يمتد من الاذن اليسرى وحتى داخل فروه الراس من الناحيه اليسرى. الورم قابل للضغط ولكنه يسبب الم شديد وصداع مستمر لهذه السيده، وبدات المريضه تعاني من صعوبه في السمع، وبدات كمان تطلع ريحه كريهه لهذه المنطقه. بالظبط، ادينا دخلنا هي دي الحاله اللي حضرتك، دي حاله من الحالات اللي سيادتك زي ما بتقول عليها، ورم موجود خلف الرقبه وابتدى ياخد المنطقه ويدخل على فروه الراس، وابتدى يخلي الودن تنزل، وابتدت تبقى مشاكل في السمع، حصلت التهابات، ما بتعالجش الالتهابات كويسه، ابتدت تعمل رائحه كريهه، تضغطي على الورم، الورم بينضغط تحت ايدك، تسيبيه يرجع تاني. دي حاله اللي هي الحاله دي، وانا فاكر ان هي جت من 4 سنين، كان الورم بدا معاها، القصه بداتها من حوالي 4 سنين، ودي حاله من الحالات الصعبه الحقيقه. وكانت واخده كل الراس لغايه منتصف فروه الراس، ويمكن لما هنشوفها قدامنا هنلاقي، شوف الورم قد ايه يا استاذه، ورا الودن وضاغط على الودن وداخل فوق لغايه فروه الراس بالكامل.
مساحه وصل لغايه نص فرد. وهي برضو المريضه دي استنت على الورم يا دكتور 4 سنين، او هي شافت دكاتره كتير والكل خاف يتعامل معاها. ودي مشكله، اصل دي حاجه الحقيقه بتبص تلاقي اورام مع تجميل، يعني ده لازم تيم ورك يشتغل ويكون فاهم هو داخل ازاي. لانك انت اهم حاجه نمره واحد انك تستأصلي الورم، نمره اتنين انك تقفلي المنطقه دي. والحقيقه المريضه دي بالذات كانت محظوظه جدا معايا، يعني زي ما تشوفي هتلاقينا قفلناها من غير ما ناخد اي رقعه جلديه، قفلت معانا بطريقه جميله جدا. برضو بتستغلي خبرتك في التجميل انك تلف شرايح معينه بعد ما تستأصلي الورم بالكامل وتطمني ان الدنيا بقت كويسه، بتبتدي تلف شرايح وتقفلي وقفلت من غير ما ناخد رقعه جلديه فيها. ودي كانت حاله من الحالات دي، مريضه كانت محظوظه جدا. شوفي قد ايه هنا الاشعه بتقول ان في جزء من الجمجمه برضو ابتدى يتاكل الورم فيه ويعمل بعض الالتهابات الموضعيه، وان كانت ما كلتش الى حد كبير. حقيقه برضو دي مريضه كانت محظوظه جدا ان اتلحقت بدري، ولما تشوفي منظرها بعد العمليه كانت حاله من الحالات الجميله اللي مشيت كويس. حالات زي كده يا استاذه ما تتسابش طبعا. شوفي دي ماسكه كل المنطقه ومأثره على السمع ومأثره على الودن ولفه لفه كبيره، ومن الحالات التحليل الباثولوجي بتاعها طلع نوع من الاورام اللي مش خبيثه ومش حميده، اللي هي لوكالي مالجنت نساوي، ان هي تاكل في مكانها بس ما تنتشرش، ولكن ما تنتشرش، لكن تنتشر في مكانها توصل لغايه المخ وتدخل. لكن عشان كده انت محتاجه تشيليها كويس، لكن ما لاقيش ليها اثار جانبيه في الرئتين او في الكبد او في الطحال او في الجهاز الليمفاوي وهكذا. الحمد لله. دي حاله من الحالات اللي استفادت مننا برضو يا استاذه والحمد لله. طيب ناخد اخر حاله، يعني عندنا الوقت بيجري. دي كانت اخر حاله للاسف يا دكتور، انا اسفه الوقت خلص، ولكن طبعا بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا في مصر جميله، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نتكلم على ايه. ممكن الاسبوع الجاي نتكلم مع حالات نادره في جراحات تجميل اليد، وبرضه ندي حاجه توعيه بالنسبه للكورونا، وربنا يوفق ويحمي مصر دايما. آمين. من هذا الوباء ان شاء الله. امين يا رب. بشكر حضرتك دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل، شكرا لحضرتك واهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هنطلع فاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم، والفقره القادمه توعيه ونتعرف اكتر على فيروس كورونا عشان نقدر نحن نحمي نفسنا منه. هنطلع فاصل ونرجع على طول. على شاشة القناة الثانية. أمتع حفلات دار الأوبرا المصرية من الساعة 9 مساء إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل. يتم اليوم عرض أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل زنفير أو حفل العام الجديد لأحمد الصعيدي، وبعدها فاصل موسيقي لعبد داغر ويحيى مهدي. الشوارع اللي رايح واللي راجع يحمي بلدك.